بسم الله الرحمن الرحيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. كما نسأله جل وعلا في هذا اليوم الطيب المبارك، وهو يوم عيد للمسلمين، نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يجعل كيد الظالمين الحاقدين على شريعة الله في نحورهم أجمعين. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة الأحبة بأن هذا الدين هو من عند الله تبارك وتعالى، وهذا الدين هو الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى لأهل السماوات والأرض، ومن ابتغى غيره أكبه الله تبارك وتعالى في نار جهنم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحديثنا اليوم سيدور حول الشريعة، حول شرع الله، وهل من الممكن أن يدخل في شرع الله خلل؟ وهل تغطي شريعة الله تبارك وتعالى كل احتياجات النفس البشرية؟ وهل تتوافق مع فطرة الإنسان؟ كل ذلك سندور وندندن حوله بمشيئة الله تبارك وتعالى. أولاً، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى الذي خلقنا لعبادته هو غني عنا، لا تضر معصية العصاة ولا تنفع طاعة الطائعين، إذن فما شرعه لنا هو لمصلحتنا، بل هو الذي شرعه لجميع الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهناك أصول شرعها ربنا تبارك وتعالى اتفقت عليها جميع الشرائع واتفق عليها الرسل جميعا. من هذه الأصول توحيد الله رب العالمين جل وعلا. وهناك أمور اتفقت عليها الشرائع كتحريم قتل النفس وتحريم المحرمات التي هي واضحة في المأكل والمشرب إلى آخره. وقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا كلام أنزله ربنا تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، يقول له: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ويقول له: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. شريعة الله تبارك وتعالى شرع يشرع شرعة وشريعة، يعني هو النهج أو الطريق الواضح الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الشريعة حتى أخذت في كلام العرب من شريعة الماء، ولا يخفى عليكم أن الماء فيه الري، بل إن الله تبارك وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، وفيه الطهارة من الأدران والخبائث والنجس. إذن ففي شرع الله تبارك وتعالى الحياة، وفي شرع الله تبارك وتعالى الطهارة، ولكن الظالمين لا يريدون شرع الله تبارك وتعالى، ويتحججون بحجج واهية: محاربة كذا وإعلان كذا وإعلان كذا. والله الذي لا إله إلا هو، إنهم لا يريدون شرع الله، وهذه حجج. انظر إلى هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالنخبة وأنهم أهل الحل والعقد إلى آخره، انظر إلى تاريخهم، انظر إلى حقيقتهم، لتجدنهم من أشد الأعداء لدين الله، حتى ولو كانوا على شرع الله وعلى دين الله في حدود معينة يسمحون بها لأنفسهم. أما إن جاء الحكم ليحكم الناس بشرع الله فستجدهم يقفون وقفة رجل واحد لمحاربة دين الله. وإلا بالله عليك، بماذا تفسر الذين كانوا يحاربون الثورة ويقفون لها بالمرصاد، وكانوا ينادون بإبقاء المخلوع وبإبقاء السلطة، وقاوموا وكانوا يساهمون في قتل الثوار، كيف يجتمعون الآن مع الثوار في التحرير؟ يعني هم يجتمعون الآن، فنانين فنانات، ممثلين ممثلات، كل من كان يقول أسفين يا ريس الآن يقفون مع بعض في خندق واحد ضد من؟ سبحانك يا رب، سبحانك. يعني هم كانوا يحاربون من خرجوا على المخلوع ومن أسقطوا النظام السابق، وهم كانوا يقفون في خندق واحد مع شفيق في مدينة نصر. الآن يعني زي ما بنقولها بالبلدي، اللي جمع الشامع المغربي، سبحان الله. أنت كنت معادي للناس اللي أنت واقف معاهم، الآن بتهتف بإسقاط الإعلان وسطح سقف المطالب هتعلى وهتعلى وهتعلى إلى آخره، زي ما هم بيقولوا. اللي جمع هذا مع ذاك، صدق ربنا العظيم: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإذا هي حرب على شرع الله، ليس إلا. كل ما نبدأ نطالب الحاكم بتحكيم الشريعة، ولا بد أن تكون المرجعية في هذه الدولة إلى شرع الله، لأن شرع الله هو الحق، ولأن شرع الله هو الشامل، ولأن شرع الله يفي باحتياجات الناس. لماذا؟ لأنه من لدن حكيم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يعرف علماؤنا الشريعة بأنها مجموعة النصوص التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، يعني هو القرآن، وما أوحاه ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس من تلقاء نفسه، وهي السنة. وبهذا لا يمكن أبدا بهذا التعريف أن يقع اختلاف في شرع الله، لأن الله تبارك وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلامه في ذلك بعض الصحابة وقالوا: تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعتريه الغضب والرضا إلى آخره. فجاء عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما دار بينه وبين الأصحاب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. إذن قرآننا لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيها خلاف. ولذلك هم دائما يخلطون على الناس بين الفقه والشريعة، ويبدأ الواحد يقول لك: انت عاوزين تقطعوا ايد الناس، انت عاوزين مش عارف تعملوا ايه، انت عاوزين الحدود، عاوزين ترجموا الزاني، عايزين. نقول له: يا اخي الكريم، في فرق بين الفقه وبين الشريعة. الفقه يقع فيه الخلاف، اما نصوص الشريعة لا اختلاف فيها او لا خلاف فيها، الا عن طريق الاجتهاد اللي هو العمل في الفقه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يبقى نيجي بنص من القرآن أو نص من السنة ظني الدلالة، يعني يحتمل أكثر من معنى، يجتهد فيه الفقهاء. أما نصوص القرآن نصوص السنة متناهية وثابتة ومش هيجي عليها زيادة ولا يمكن. ولذلك كان الاجتهاد في الفقه ليه؟ لأن المسائل كثيرة والفتن تتنزل وتطرح على الناس والنصوص ثابتة، فلا بد من عمل بشري فيه اجتهاد. ممكن يجتهد المجتهد فيخطئ أو يصيب، فإذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أما نصوص الشريعة فلا اختلاف فيها، يعني هي من عند الله أو من غير عند الله، هي تنفع ولا ما تنفع. لا يصلح أبدا أن يقول إنسان: نصوص الشرع لا تصلح أن تحكمنا الآن، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح أن تحكمنا الآن. نقول: تحكمنا، ولكن نأتي بقى في التفصيلات الفقهية. نقول مثلا: اجتهد عمر بن الخطاب في عام الرمادة فسرق رجل فلم يقطع يده، لماذا؟ لأن هناك شبهة جوع، أو هناك شبهة منعته من أن يلتزم الشرع، ولكن ليس معنى ذلك أنه عطل حكم الله. وزنت زانية وسألها عمر: فما تدري ما الزنا؟ رجل راودها عن نفسها برغيف خبز وأخذته وفرطت في شرفها، فلا تدري أن هذا حرام؟ فعفى عنها عمر وكانت جارية. الشاهد من كل ذلك بأن الذي يقع فيه الخلاف هو الأحكام الفقهية التي فيها جهد بشري في الاجتهاد، أما الشريعة بنصوصها بكتاب وسنة فلا يقع فيها اختلاف، تقبل أو لا تقبل. على العبد أن يسلم لما أنزله الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الأصل. أنا عايزك تخرج من النهاردة تفهم الجزئية، التفريق بين شريعة وبين فقه. شرع الله لازم تقول سمعنا وأطعنا سلمنا له، الفقه بقى ناخد وندي مع بعض. والله المسألة دي قال فيها أبو حنيفة كذا، مثلا في الزواج بدون ولي أبو حنيفة يجوز ذلك للرشيدة الكبيرة، وقال: ولكن يشترط فيه أيضا الكفاءة. الأئمة الثلاثة قالوا: لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل. إذن هذا أمر فيه أخذ ورد، وفي هذا أمر فيه اجتهاد بشري.
أما نصوص الشريعة ونصوص سواء كانت كتاب أو سنة فينبغي جميعا أن نسلم لها، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من التسليم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما ينفعش ما في شرع نقول لك تعالى نحتكم لابن خالي، نحتكم لكبير العيلة، ما ينفعش. إذا حكم كبير العائلة بما أنزل الله في المسألة فمرحب. في خلاف بيني وبينك تجاريا نقول ما نحتكمش إلى التجار وكبار التجار. لو حكم كبار التجار ومن لهم خبرة بشرع الله بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فمرحبا. فيه دماء، في خلاف، واحد قطع ايد واحد، ما نقولش تعالى نقعد للكبار الحارة او كبار الحي ونشوف ايه الحكم في الموضوع ده، نقول له لا، ده احنا نحتكم الى اهل الشرع. ماذا قال ربنا في قطع اليد؟ ماذا قال ربنا في فقع العين؟ ماذا قال ربنا في قتل الخطأ؟ اذا هذا هو الذي ينبغي ان نحتكم اليه ابتداء. ثم بعد ذلك لو في خلاف بين الفقهاء في مسألة فقهية نرجع إلى أولي العلم وإلى أولي الذكر كما قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكل على حسب تخصصه. إذن فشرع الله تبارك وتعالى ينبغي أن يسلم له الجميع. لماذا؟ لأنك عبد وهو سيد، لأنك مخلوق وهو خالق، فالزم قدرك والزم حجمك واعرف من أين جئت وإلى أين تذهب. لأنك ضعيف وهو القوي وخلق الإنسان ضعيفا، لأنك عجول وهو أحكامه تتصف بكل صفات الكمال، لأن ما أنزله يأخذ صفاته جل وعلا، والله تبارك وتعالى منزه عن كل صفات النقص ووصف بكل صفات الكمال والجلال. فلا بد أن تجد في شرع الله تبارك وتعالى كل صفات الكمال. لا يأمر ربنا تبارك وتعالى بقبيح ولا ينهى إلا عن شر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا يأمرك أيها العبد سيدك إلا بالخير، ولا ينهاك أيها العبد سيدك إلا عن شر. وأنت محدود الفكر، محدود النظرة. لماذا تريد أن تصل إلى معرفة الحكمة في كل شيء؟ حسبك أن الله الذي أمر، أو حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر. وهذا الذي ضرب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه المثل الأعلى في إلغاء العقل واتباع الشرع، نظر إلى الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إلغاء العقل لفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه. وضرب لنا الصديق رضي الله عنه المثل الأعلى في الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارا كان فيه مشقة على هؤلاء الذين هم على مقربة من مكة يمنعون من العمرة وقد وصلوا وساقوا الهدي، فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنية في ديننا؟ ليه وإحنا هنا على مشارف مكة نرجع ونهان بهذه الطريقة؟ فقال إنه رسول الله فالزم غرزه. شوف فهم أبو بكر، انظر لفهم أبي بكر، إنه رسول الله إلزم غرزه، اتبعه لا تناقش. ما دام قد رأى أن نحل من عمرتنا دون وننحر هدينا ونحلق رؤوسنا انتهت المسألة، فهو يفعل ما أوحى به إليه ربه جل وعلا، فليس لنا أن نختار. إذن فأمام
التشريع وأمام ما يظهر لنا من حكمة أو لا تظهر لنا من حكمة التشريع ينبغي أن نسلم لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضرب لنا مثلا رائعا في إلغاء العقل أمام الشرع. ما معنى هذا؟ يقول: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان بطن الخف أحق بمسحه من ظهره. احنا في السفر نمسح على الخف من فوق من الظهر، طب واللي بيمشي ويمارس الأرض والنجاسات هو البطن، فكان أولى أن نمسح على بطن الخف، لكن الشرع جاء بمسح الأعلى بمسح الظهر. فيقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان بطن الخف يعني من تحت أولى بالمسح من ظهره. إذن فهناك أمور في شرع الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تسأل عنها، وإنما ينبغي أن تسلم لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء القوم لا يريدون أن يسلموا تسليما. هؤلاء القوم يقول لك: عقولنا، احنا مش ربنا خلق لنا عقول نفكر بيها؟ نقول له: اي نعم، خلق لك عقل تفكر فيه في حدود معينة، وعند القول على الله وعند القول على رسوله الغي عقلك. في النصوص الثابتة قل سمعنا وأطعنا، قل أيها العقل الزم حدودك. وهذا الذي يعني هذه الدعاوى أصلا والاعتراض على ثوابت الدين، وبدأ أناس يتهجمون على ثوابت الدين، هذه ليست جديدة، هذه قديمة وذكرتها لكم من قبل في مسألة أبي العلاء المعري في زمن العباسيين. كان يعترض على بعض أحكام الشرع، لماذا؟ لأنه ظن أنه عبقري وأنه من النخبة في زمن العباسيين، فأخذ يقيس الأمور على عقله، فقال شعرا فيه اعتراض على حكمة أو فيه اعتراض على قطع يد السارق في ربع دينار مثلا. قال ماذا؟ قال: إن اليد، إن الإنسان الدية الكاملة فيه هي 1000 دينار ذهب، وما كان منه 2 في الإنسان وقطع 1 يبقى ناخد النصف، يعني الإنسان فيه كم إيد؟ 2، اتقطعت إيد يبقى الدية كام؟ 500 دينار. طب الإيد لما تسرق، لو سرق صاحبها مقدار ربع دينار، والدينار خلي بالك 4.25 جرام ذهب، الدينار الذهبي لو سرقت ربع دينار من حرز بالشروط التي وضعها الفقهاء بنقطعها. فصاحبنا المعري شغل دماغه والعبقرية بتاعته، لأ الكلام ده فيه ظلم، رأى أن الشرع ظالم في هذه المسألة، فقال بيتا من الشعر، قال: يد وديت بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها تقطع في ربع ديناري. يقول لك: الله، ايد الدية بتاعتها 500 دينار لو اتقطعت، ازاي نقطعها؟ كيف نقطعها في ايه؟ في سرقة ربع دينار. يد بخمسمائين يعني بخمسمائة، عسجد يعني ذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت الدية بتاعتها، ما بالها تقطع في ربع ديناري. احكلنا بقى بتوع الشرع، انتوا بتوع التسليم لأمر الله، هتلنا حكمة من الحتة دي. فرد عليه القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في زمانه من علماء المالكية، وفهم له الحتة الغيبة عنه الغبي، قال له: اليد دي لما كانت أمينة كانت ثمينة وقيمتها عالية، فلو اعتدى عليها إنسان وقطعها يا إما أن نقطع يده وإما أن نأخذ 500 دينار الدية بتاعتها، لكن لما سرقت وخانت هانت وأصبحت رخيصة وأصبحت ديتها وأصبحت تقطع في ربع دينار. فقال له القاضي عبد الوهاب ردا على بيت شعره، قال: عز الأمانة أغلاها،
عز الأمانة ولا أغلى اليد التي قطعت بخمس وخدنا الدية بتاعتها 500 دينار؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يبقى كانت أمينة فكانت ثمينة، فلو اعتدى عليها إنسان قطعنا يده أو أخذنا منه دية قدرها 500 دينار، لكن لما خانت وهانت وذلت وعصت أصبحت رخيصة فقطعناها في ربع دينار. قال له فافهم حكمة الباري. إذن هؤلاء لهم أسلاف وهم أفراخ لأسلاف قدامى كانوا يحاربون شرع الله، وكانوا يحكمون عقولهم على شرع الله، وكانوا يقولون بأن العقل يحسن أو يقبح، لأن الله خلق العقل يستطيع أن يقول هذا حسن فيعمله وهذا قبيح فلا يعمله. نقول له لا، هناك أمور في شرع الله تبارك وتعالى لو رأيتها بنظر مجرد لم تعرف الحكمة من الأمر فيها أو النهي فيها، وليس عليك إلا أن تسلم لشرع الله تبارك وتعالى. شرع الله جل وعلا جاء إلى الناس ليحفظ هذا الكيان البشري، ليحفظ هذا الكيان البشري الآدمي. الآدمي هو أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. الآدمي فضله ربنا تبارك وتعالى على سائر ما خلق تفضيلا. الآدمي سخر له ربنا تبارك وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، وقال جل وعلا لكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال لكم وما بكم من نعمة فمن الله. هؤلاء الذين يحاربون الله ويحاربون شرع الله ويبغونها عوجا ويريدون الفتن متأججة في مصر، العلم الذي وصلوا إليه وشهادات الدكتوراه اللي خدوها والأستاذية هي من عند الله، ولكنهم لا يدركون ذلك، تطاولوا على ربهم جل وعلا. شرع الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام جاء ليحفظ الدين، ما يسيبش كده كل من هب ودب يدخل في الدين براحته ويخرج من الدين براحته. أولا جعل الدخول في الدين من غير إكراه، قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ثم قال له بعد ذلك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له ليس عليك هداهم. شوف محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام برقته ورفقه وعلمه ولين جانبه لا يستطيع أن يهدي عمه أبا لهب، ولم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب. لماذا؟ لأن الله قال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فجاء الدين ليحفظ الدين. دخلت الدين عاوز تخرج منه نقول لك تعالى، انت قبل ما تدخل محدش ضربك عشان تدخل الدين. وقلنا لك الإيمان في ديننا يرتكز على ستة أركان: إيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقلنا لك أي كفر بجزئية من هذه الجزئيات تبقى ردة. لو خرجت من هذا الدين نقطع رقبتك، فكر كويس قبل ما تدخل. دخل على هذه الشروط من غير إكراه، ما رفعنا سيفا على رقبته لكي يدخل في الدين. فبعد ذلك إذا أراد أن يرتد يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لأن العملية تبقى لعبة وفتنة. ولذلك قالت طائفة من الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اجتمع كده ناس من اليهود وقالوا احنا نؤمن نعلن إسلامنا في أول النهار وروح جايين في الآخر النهار نخرج من هذا الإسلام،
ونقول ده احنا درسناه وقعدنا مع بعض وناقشنا بعض، لأن وجدناه دينا باطلا، عشان يفتنوا من دخلوا في الدين. إذن هذه لعبة. نعم، إذن جاء الدين ليحفظ الدين، إذن جاءت الشريعة لتحفظ الدين على الناس، فلا يتلاعب الناس بدين الله تبارك وتعالى. نقول له تعالى أنت مسلم، نعم، إسلامك بيطلب منك كذا وكذا وكذا وكذا، ما تقوليش أنا مش مقتنع بتحريم الخمر، أنا مش مقتنع بتحريم الزنا، ما دام هو وهي موافقين خلاص. نقول له لا، في فرق بين إنك تقول مش مقتنع وفرق بين إنك تقول مقتنع وأنا عاصي وادعي لي كده ربنا يتوب عليا إلى آخره. فهناك فرق بين المعصية الإبليسية وبين المعصية الآدمية. فآدم عصى وإبليس عصى، إبليس رد الحكم على الله أن ما ينفعنيش أسجد لمن خلقت طينة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أبى واستكبر وكان من الكافرين، رد الحكم على الملك، رد الحكم على الحكيم العليم. أما آدم فنهاه ربنا عن الأكل من شجرة، قال له كل اللي انت عايزه من الجنة إلا شجرة واحدة، زلت نفسه، ضعفت نفسه، أكل من الشجرة هو وزوجه، بدت لهما سوآتهما، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. تذكر ما نهاه الله عنه وتذكر خطيئته وأناب إلى ربه وقال لربه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. إذن في طائفة معصيتها من جنس طائفة إبليس يردون الحكم على الله. واسمع الأبواق في التلفزيون، هم عاوزين يرجعونا العصر كذا، عاوزين يرجعونا العصر الحريم، عاوزين يلبسوا بناتنا الحجاب إجباري، عاوزين يخلينا الرب يدقنا. يا عم مش عاوزين نعمل لك حاجة، ده ربنا اللي عايز. انت مش عايز امر ربنا، قول كده اعملها علينا حربا على الله. اما انك تقول انا اخطأت واذنبت واعود واتوب الى الله تبارك وتعالى، انتهت المسألة. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما جلس عند عائشة لما اشيعت الشائعة، قال اما بعد يا عائشة فان كنت الممت بذنب فاستغفر الله، فان العبد اذا الم بالذنب ثم استغفر الله يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويغفر له، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وان كنت بريئة سيبرئك الله. الشاهد من كل ذلك بانك حدد نفسك من الشريعة انت تقبلها، ولكن احيانا تضعف نفسك لمخالفتها فتتوب وترجع الى الله، فانت من جنس ابيك الذي قبل حكم الله تبارك وتعالى وضعفت نفسه واكل من الشجرة. أما أنك تصد شرع الله تبارك وتعالى وترفضه وتقول لا يصلح معنا، نقول له لا، أنت من جنس إبليس، أنت من أفراخ إبليس ومن جنود إبليس. إذن جاءت الشريعة لحماية أو للحفاظ على الكلية الأولى وهي كلية الدين، ثم جاءت الشريعة أيضا لحماية النفس. النفس البشرية كما قلت لكم هي أغلى عند الله تبارك وتعالى من الكعبة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال ما أشد حرمتك على الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أشد من حرمتك. هدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم لم يفعل ما يجوز قتله. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حدد الأشياء التي يباح بها قتل المسلم، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وقاتل نفس بغير نفس، والمرتد عن دينه المفارق للجماعة. لأن بعض الناس إخواننا اللي هم بينكرون حكم الردة بيقول لك من بدل دينه فاقتلوه، حديث فيه كلام. طب حديث الصحيحين المرتد عن دين المفارق للجماعة. وخلي بالك لا أنا ولا أنت الذي نقيم هذه الحدود،
يعني لو لقينا اتنين بإذنه وكانوا متزوجين ما نقولش تعالوا نجيب مجموعة من الناس ونرجمهم، أو لقينا شاب وشابة لم يتزوجا من قبل وزنيا ما نقولش تعالوا عشان نجلدهم 100 جلدة. الذي يقوم بذلك هو ولي أمر المسلمين أو من ينيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس لما جاء الرجل واعترف على ابنه بأنه زنى بامرأة من أجره عنده يعني سيده في العمل، فقال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وإلا فلا. يعني حتى شوف الراجل قال إن ابني زنى بالمرأة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال روح اسألها، لو اعترفت أقم عليها الحد، إذا لم تعترف فليس عليها شيء وليس لنا عندها شيء. هذا دين من عند الله تبارك وتعالى. فمن أجل النفس أولا حرم الله تبارك وتعالى الاعتداء على النفس، حرم القتل حتى أوجد حدودا لقتل الخطأ، وأوجد قصاصا لقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص، القصاص عن القتل، إزاي يبقى لنا في القصاص حياة؟ نقول لو جئنا برجل اعتدى وقتل عمدا رجلا آخر وجئنا به على شاشات التلفاز وأقيم عليه حكم الله، هتصبح الدماء رخيصة كما نراها؟ ده واحد بيقول له واحد كذا رحمة الله له مطور راح ضربها له في قلبه، واحد بيقول له مش عارف ايه يا اخي ما توسع شوية العربية راح نازل راح ضربه بسيف. لو ان الذي يقتل رأى ان القتل المتعمد الذي يقتل عمدا بيقتل وامام الناس سيفكر 1000 مرة قبل ان يقدم على هذه الجريمة. يبقى من اجل التحريم، تحريم قتل النفس، اولا منع الله البغي، منع الله الظلم. ثانيا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. إذن هذه شرائع ربنا تبارك وتعالى، لأن هذا الذي يردع. ولذلك العرب قالت قبل الإسلام في الجاهلية قالت القتل أنفى للقتل. يعني إيه الكلام ده؟ حتة الثأر اللي بتقوها ساعات عند الصعيدة وغيره واخدينها من أجدادهم من إيه؟ من العرب، والعرب كانت تثأر، فقال لك لما بيتقتل واحد ونروح قتلين القاتل يبقى القبائل التانية قبل ما بتقتل تعلم أن في ثأر، فقالوا قولتهم الشهيرة القتل أنفى للقتل. يعني لما بنقتل من قتل أو نقتل فيه رجل آخر يبقى بينفي القتل، بيحدد عملية القتل. ولذلك مش كل يوم في قتل في الصعيد، لا، ده قبل ما قبيلة بتغير على قبيلة أو عيلة بتغير على عيلة بتفكر خلي بالك ما تسدش بيوتنا. يعني ايه ما تسدش بيوتنا؟ ما تخربش بيوتنا، هتقتل هتقتل منينا، أو خد بقى عندك نقعد مجال الصلح وندفع كذا ونعمل كذا فبيفكر قبل أن يقدم على العمل. القرآن جاء بعبارة أروع من مثل العرب، لأن العبارة هي من عند الله تبارك وتعالى، ولأن الكلام هو كلام الله عز وجل. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا القصاص القتل لكم في حياة، نعم لو قتلنا من قتل لارتدع الناس عن القتل. ثم بعد ذلك الشريعة جاءت، إذا قلنا الشريعة جاءت لحماية الدين، لحفظ الدين، وجاءت الشريعة لحماية النفس، ثم جاءت الشريعة بعد ذلك لحفظ النسل. وهذا الذي نعرفه إن شاء الله بعد هذه الاستراحة اليسيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربي من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، جاء الدين ليحفظ النسل. أولا، حرم الزنا. ثانيا، أحل النكاح وعدد في الزواج. والذين أخرجوا لنا أبواقا لتقول أين هذا من الشرائع الأخرى، فلا يعرف الرجل إلا امرأة واحدة، نقول هو يعرف امرأة واحدة تزوجها في الكنيسة، ولكن له 100 صديقة، له من الصديقات الكثر، وله من أولاد السفاح ما لا يعلم عددهم إلا الله. وشوف كده، راجع الإحصائيات في أوروبا وأمريكا عن أولاد الملاجئ اللي ما يعرفوش أبائهم. أما نحن ففي شريعتنا 2 ثلث و 3/4. فتعرف، حتى بحث من امرأة ألمانية، دكتورة أستاذة في جامعة من جامعات ألمانيا، قالت إن تعدد الزوجات الذي في نظام الإسلام أفضل من تعدد الخدينات، خدينات يعني الصديقات. فهذا رجل يكون ملتزماً أمام زوجتين أو 3 أو 4، أو 3 أو 4، وأولاده معروفون منهن، دول أولاد فلان، بس ده أم فلانة، أم فلانة، أم فلانة. أما الخدينات الصديقات فلا نعرف من الأب، بل لا نعرف من الأم. هذه امرأة شهدت، وشهد شاهد من أهلها. فإذن هذا دين الله تبارك وتعالى، حرم عليك حتى النظرة. لماذا؟ لأنه لو أحل لك النظرة ثم حرم عليك بعد ذلك الزنا لكان فيه عنت عليك. ده قال لك الأول ولا تقربوا الزنا، وقال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ليه؟ عاوز يحفظك، يريد أن يحفظ شهوتك وأن يجعلها مستكينة فيك. وبعد كده قال لك أي طريقة يوصلك للزنا ابعد عنه، منه مثلا الخلوة بالأجنبية. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل بامرأة. قالوا حتى ولو كان يعلمها القرآن يا رسول الله، قال ولو كان يعلمها القرآن في بعض الروايات. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، رواية أخرى. بل منع سفر المرأة بدون محرم حفاظا عليها وحفظا لها وصونا لها. إذن جاء هذا الدين ليحفظ النسل. نعرف هذا، من أبوه، هذه من أمها. لا تختلط الأنساب وتصبح العملية واحد تزوج من أختي، واحد يتزوج من خالتي ومن عمتي إلى آخره. فجاء الدين ليحفظ النسل. جاء الدين أيضا ليحفظ العقل. العقل هو مناط التشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحلم، يعني حتى يبلغ. إذن أنت لا قدر الله لو ذهب عقلك لا شيء عليك إن قتلت أو سرقت أو زنيت، لأن العقل هو مناط التكليف. فجاء هذا الدين ليحفظ العقل، فحرم الخمر
وجعل حدًّا للخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرم شرب الخمر وحرم كل مغيب للعقل. ورأينا على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز من زنى بأخته وهو يتعاطى المخدرات، هناك من زنى بأمه وحقيقة وقعت، بل هناك من زنى بابنته وحملت منه. إذن هذا الدين لا يأتي إلا بخير، ولا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن سوء وعن فحشاء وعن منكر. هذا هو شرع الله يا سادة، هذا هو دين الله الذي ارتضاه لأهل السماوات والأرض. ووالله الذي لا إله إلا هو لا يريد الله أن يعنتكم أبدا، ولو شاء الله لأعنتكم، يعني فرض عليكم فرائض تبقى قاسية عليكم، وإنما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن جاء الدين ليحفظ الناس، ليحفظ العقل، وجاء الدين ليحفظ المال. زي ما احنا ضربنا مثال، فلو اعتدى إنسان على مالك وسرق منك من الخزنة مقدار ربع دينار فتقطع يده. طبعا في شبهات كثيرة تدرأ بها الحدود، يعني لو انت سايب الفلوس على البنك على المكتب او على ترابيزة وجاء واحد خدها لا يقطع، لا تقطع يده حتى لو كان 1000 جنيه. تعرف ليه؟ لان شرط القطع ان يسرق من حرز. يعني ايه حرز؟ من مكان معروف بحفظ المال، درج مقفول كسره يبقى ده حرز، دولاب دخلوا كسروا خد الخزنة اللي فيه، او خزنة في مكتب انما فلوس مرمية على الترابيزة وخدها ومشى ما نقطعش ايده فيها لانه لم يأخذها من حرز. شوف شبهة ايه، شبهة تدفع القطع حتى يأتي هؤلاء الذين يهرولون ويقولون انتوا عاوزين تقطعوا ايد الناس، نقطع ايد السارق. ولو قطعت يده سارق واحد يبقى هيفكر الهجام اللي بيهجم على البيوت وعلى الخزن قبل ما يسرق 1000 مرة، يبقى هيفكر الواد اللي راكب على المكنة ويروح خاطف الشنطة او خاطف التليفون من واحدة بتتكلم فيها يفكر 1000 مرة لو قطعنا يد صاحبه. يبقى احنا هذا شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما في شرع إلا الحكمة سبحانه وتعالى. يأتي الدين في النهاية كما قلنا ليحفظ المال، وكما قلنا إن حفظ المال حتى لو سرق ما مقدار ربع دينار من حرز مثله، يعني من مكان معهود بحفظ الأموال، تقطع فيه اليد ولا نظر لما اعترض به المعري وأفراق المعري وأحفاد المعري في هذا المسألة. إخوة الأحبة، شرع الله تبارك وتعالى هو من لدن حكيم خبير، وهو من لدن من هو أرأف بك من أمك. خلي بالك، شوف أمك بتحبك قد إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله أرحم بك من أمك. امرأة وجدت ولدها في الأسر وكان قد ضاع منها فأمسكت به وحضنته وألصقته ببطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، احنا نرى ما نرى. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يبقى لما شرع لك ربه تشريعا فيه الرحمة، فيه اليسر، فيه الرأفة. ويكفي أنه وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقول: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان رفيقا، وقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وإن الشدة والقسوة ما كانت في شيء إلا شانت. يبقى الرفق يزين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. هذا هو تشريع الله تبارك وتعالى. فماذا يريد هؤلاء؟ يبغونها عوجة، يريدون الصد عن سبيل الله ويبغونها عوجة. تلقى ناس من اللي طالعة عيال 17 و15 سنة قاعدين يضربوا في البوليس
وبعدين رفض الداخلية. هات أي واحد منهم يا ابني أنت طالع ليه؟ تتعرف حاجة عن إعلان الدستوري؟ ما يعرفش، لأنني كما قلت لكم الفلول بيشتغلوا، الأموال موجودة، والبلطجية بتوعهم موجودون، مش لن يسكتوا. ودلوقتي الآخر حاجة اتحدوا مع بعض، من كانوا ثوارا ومن كانوا ضد الثوار، ووقفوا مع بعض في خندق واحد ضد ماذا؟ ضد شرع الله، ضد شرع الله. والآن دلوقتي يقول لك الله أنت بتسلقوا الدستور ليه سالق كده؟ مع الدستور ليه ست شهور قاعدين تشتغلوا فيه، وبقول لك قال المادة ما بتاخدش إلا سبع دقايق مناقشة واعتراض. لا، الخبراء قالوا المادة أخذ لها حوالي 100 ساعة. لما تيجي تقدر الزمن اللي بدأت فيه التأسيسية، إذن هو احتفال وجمع على حرب هذه الشريعة. لا يريدون أن نحكم بشرع الله تبارك وتعالى، لا يريدون. لماذا؟ لأن مصالحهم في أن يحكموا بغير شرع الله، ولو حكموا بشرع الله لظهر المذنب منهم وظهر المسيء والمفسد، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. إذن فنحن حينما نقول لك أن تعترض، اعترض بما شئت، ولكن عندك القنوات التي تعترض فيها، عندك الصحف، تجمهر كما تتجمهر، اكتب ما تريد أن تكتب، إنما تعتدي على الأرواح، تعتدي على الأنفس، تعتدي على منشآت الدولة، نحن الذين سنسدد الفاتورة. يبقى اعلن اعتراضك كما تشاء، إنما تعتدي على أجهزة الدولة وعلى الأرواح وعلى الأنفس، نقول لك لا وألف لا. ولذلك نقول لإخواننا الذين يريدون أن يخرجوا غدا، لنكن في مكان بعيد عن هؤلاء، يعلن كل منا تأييده لقرارات الرئيس أو غير ذلك، ولكن لا ينبغي أن يعتدي إنسان على إنسان مهما كان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن لعقبة بن عامر، قال من نجات يا رسول الله في زمن الفتن التي نحن فيها؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وسأله رجل في حديث صحيح وقال ماذا أفعل في زمن الفتن؟ قال اتخذ سيفا من خشب. فلما جاءه علي بن أبي طالب يريد أن يخرج معه ضد معاوية، قال أوصاني خليلي أن أتخذ سيفا من خشب في زمن الفتن، فهل يصلح أن أقاتل معك بسيف من خشب؟ فأعرض عنه علي بن أبي طالب ومشى. إذن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكن كما قال ابن آدم لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إذن هذا الذي ندعو الناس إليه، وهذا الذي نقول للناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل بما يشاع عنا. أنا راقد من الجمعة الماضية لحد النهاردة، راقد في البيت، مرض ومسافر في الصعيد، وما نزلتش يمكن إلا في درس الأحد الماضي، وعشان أجي لكم والله الذي لا إله إلا هو أخذت حقنة، نزلت في كذا مكان أقعد أدور الساعة 10 عشان أخذ حقنة عشان أقدر أدي الخطبة معاكم من الألام اللي عندي. ويقول لك الشيخ منعم هو اللي بيحرض الناس على القتل، والشيخ منعم كان ماسك رشاش، والشيخ منعم كان بيعمل ويعمل يعمل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهناك من يصدق، وهناك من في قلبه إحن وأحقاد ويروض الشائعات، وهذا ليس بجديد. فهذه هي أمنا عائشة، أشاع عنها من أشاع، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، ويقول له ربنا تبارك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فهو كان يحزن من قول الناس عليه، وصفوه بالشاعر وبالساحر، وتأتيه أساطير الأولين وإلى أخوة المجنون، وصفوه بالجنون صلى الله عليه وسلم. وكذبت رسل من قبله وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله،
فأمره رب أن يقتدي بمن قبله، وأمرنا نحن بأن نتخذه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فرطنا على الحوض، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعل سعيه في مرضاتك، اللهم اجعل سعيه في مرضاتك، اللهم اجعل سعيه في مرضاتك. اللهم وفقه لكل خير يا رب العالمين. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض. ولا بد أن تطمئن أخوة الأحبة بأن هذا الدين يحفظه ربنا جل وعلا الذي أنزله. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات حتى الممات، ونسأله جل وعلا أن يحفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي مصر وفي سوريا وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.